greatest gladiator match in the history of the world. Okay. Versus man. Day versus night. Son of Krypton versus Bat of Gotham. You're not great. السلام عليكم، مساء الفل يا رجاله، عاملين يا رب تكونوا بخير. وجيم يا اسطى بعنوان الجيم الاخطر في تاريخ ليج اوف ليجند، مش ببالغ، او بمعنى صح المواجهه الاخطر، المواجهه المستحيله، لقاء الجبابره. ليه بقى يا باشا؟ بص القصه باختصار، ان انا كنت عايز انزل الجيم ده بفييجو عادي جدا، مفيش اي حاجه. فييجو اتبند، قلت انزل بماستري ما تشامبيون بسيط، مفيش اي حاجه، وبقالي كتير ما لعبتش بيه وبتاع، وتمام. الاقي لك مين في وش يا باشا؟ جيس وات، خمن ماذا الاقي لك قدامي؟ راس اللي تشامبيون الوحيد اللي لقبته بلقب الكينج، صاحبي اللي كنت بعتبره صاحبي، كنا على الحلوة والمرة سوا، كنت معتبره رمز الرجولة والجدعنة. بعني بعني يا سيدي، اتبعت. ما هو في مثل بيقولك ايه، الضربة ما تجيش غير من اقرب الناس ليك. فماشي ماشي، هنشوف الجيم ده يمشي على ايه. وانا يا راموس، انا حزين ان انا بقول كده، ان انا اتحطيت في الموقف ده، ولكن ده كده بقى صراع الشرف، خلاص قضي الامر. يانا يا بتاع الاوكي، يلا بينا. طيب بص يا اسطى، انت الماتش دي عامه تكسبها بالعقل بالهداوه. هو راموس يا اسطى بدا توب سايد عشان ينزل على البوت لين يعمل جانك على البوت، احنا بدانا بوت سايد نعمل جانك على فين؟ على التوب لين. ايه بس هي ناقصه شغلات يا ولد؟ سايون فلش، فده شيء عظيم. جميل مات، انا حاولت، انا والله حاولت يا اسطى. انا كون ان انا بعمل لك جانك في التوب لين في الايرلي جيم كده، دي حاجه تشكرني عليها. انا بص انا محوش الكيو بتاعتي للكيو بتاعته بالظبط كده. بس سايون عامه موته ويجري، ما تهريش معاه كتير، ما توقفش قدامه كتير. وكميل كده كده معاه تي بي، فهيرجع ياخد الويفه، دنيته هتظبط، فالتوب كده دنيته حلوت يعني. طبعا بص احنا هناخد السكاتل دي، نرجع نجيب بقى حته من الكراكن سلاير. ما انا مش هجيب تيامات بصراحه، انا هجيب كراكن في بليد اوف ذا رون كينج في تيرمينس. اصل انا قدامي تانكين يا اسطى من اللي قلبك يحبهم على كيف كيفك يعني، سايون وراموس، فصباح الفل. فانا هجيب الثلاث ايتمات دول جي جي. يلا بينا. طب انا عايز اورد الدريك. هو راموس عامة صعب ياخد دريك سولو في الايرلي، صعب ياخد دريك سولو اصلا عامة، بس يعني قشطة. مش عايز تتعرف عليا خالص؟ اه حبيبي، انت بتعمل ايه هنا يا اسطى؟ يا اسطى بلاش بقى شغل الحيكي ميكي ده، ما اشتراش على فكرة، لا تعالى بقى، معايا ايتم ادفانتج يا صاحبي، خش عليه اديله. فتح جوست، اكالي ايه بقى ولا ايه؟ اي حاجة. طيب يا حبيبي تسلم ايدك، ماشي شغال. انا دخلت عليه لما لقيته ما اشتراش ايتم، عشان كده ده غشيم، بس ماشي. انا عامة الدريك ده كده حجي، الدريك ده عامة بيدينا اتاك سبيد، فهيبقى حلو لماستر ايه، وهيبقى حلو لكيتلين برضه وكميل وكده، فدريك حلو يعني. حاول تعمل حاجة صح. احنا كده عامة خدنا الدريك، ننزل بقى على البوت لين نشوف الدنيا فيها ايه. هما شكلهم طحنين، الواد دريفن بيلعب اجريسيف بغباء يعني، الواد جاب فيرست بلاد خلاص افتكر نفسه بقى متفيد، انت فاهم؟ طب ما الدنيا حلوه، هما اللي فيه ما شغالين، الله ينور اهو، ماشي شغال، حلو الموضوع ده. عايز اطلع بقى اعمل جنكيه على التوب يا اسطى. سايون عامل قلق جامد مع كميل، خلي بالك، مع ان كميل المفروض تكسب سايون، مش عارف ايه. مش بتسمع الام تقول لابنها يكفيك شر ساعه الغفله؟ انا ساعة الغفلة. ايه ده ايه ده ايه ده ده, 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 ده انا ما شفتوش، ده انا كنت هكمل وامشي. انت بتعمل ايه يا اسطى؟ ماذا تفعل ايها الوغد؟ الله يخرب عقلك يا مجنون، ده ما اشتراش لحد دلوقتي، 7 دقايق. لا لا لا، ازعل منك كده يا اسطى، يعني راموس يبيعني عشان ده؟ يعني الكينج يتعمل فيه كده، يتلعب بيه بالشكل المهين ده؟ ما انت كنت شغال معايا، الله ينور يا ابني، وعملت لك فيديو مخصوص، والكينج راموس راح، والكينج راموس جه، كنت مصيطك. يلا دنيا يا عم سايون، حلك مني بقى، ما يبقاش قلبك اسود يا اخي، مش كده؟ هتقولي ما فلشتش ليه؟ ما توقعتش الدامج بتاعه، ما المفروض الدبليو بتاع، المفروض يعني ان الدبليو بتاعتي بتشيل جزء من الدامج وبتهيني، والمفروض ان انا بفايت تانك، اللي هو المفروض التانكات في اي لعبه في الحياه ما بيطلعوش دامج عالي. كدب، وانا لما هروح كدب، دي كدب، اسكت بس. الا اللعبه دي، الا ليج اوف ليجند، ازاي ما اعرفش بيطلعوا دامج اكتر من الاي دي سي؟ واللي يقول غير كده بيضحك على نفسه بصراحه يعني، اللي هو انت عايز تقنعني ان جينكس ولا جن ولا مش عارف ازريل بيطلعوا دامج اكتر من تام كينش ومن فولي بير ومن الناس دي؟ يبقى قابلني امتى وفين؟ يلا بينا.
راموس بقى يا باشا خد الفويد جرابز حقه بقى معاه، معاه جيجا شات سايون يا باشا في التوب لين. انا هاخد البلو بتاعته، احس ان انا انتصرت في اي حاجه انت فاهم، وربنا يتولانا بقى. لسه واخد بالي دلوقتي نازلين في تيم نسائي، تيم حريم يا باشا، وانا نازل بماستري. طب انا اللي عارف، انا لو كنت خدت بالي كنت نزلت بايفلين والله العظيم، عشان تكمل بقى، تكمل الحدوته. مش عايز تتعرف عليا كويس. في مجزره في البوت لين يا اسطى، في مذبحه في البوت لين، وانا لو دخلت اموت. انا بص يا اسطى، انا في كنترول وارد هنا هقف عليها، لا حد جالي انا كفيل بيه، محدش جه خلاص بقى انا كده عملت اللي عليا. انا الواد ده اقدر اموته على فكره، يا مسهل الحال يا رب. انا بطلع دامج على قدي بس راموس جيم بلاي بقى، نعمل ايه؟ الحمد لله رضا. قشطه، الكيو بتاعت الست مورجانا كنت عايز ادوجها بالكيو بس مش مشكله، لو كانت جت فيا كنت مت، خلي بالك الواد ده كده كده عامه مات، الكيو فاضل لها ثانيه. ايزي يا باشا، واكالي عامل تبيه حلوه بصراحه. انا مورجانا ده يا اسطى عندي ليه اغنيه اهداء، يعني بهديها له كده، هي اغنيه تقريبا بتحكي قصه حياه اللاعب اللي بيلعب بمورجانا ده. بتقول لك ايه بقى الاغنيه دي؟ بيقول لك عينيا كانت عسليه من كتر اكل الطعميه، دلوقتي واحده بقت سودة والتانيه صبحت معميه، طب اللي وامسك على الواحده خلاص بقينا بعين واحده. عينيا كانت عسليه من كتر اكل الطعميه، دلوقتي واحدة بقت سودة والتانية صبحت معمية. يعني بنتلي فييجو وخدت راموس تلعب بيه ومهزقه معاك، وبتاخد الدريك قدامي، هو في ايه؟ وانا مش متشاف عندك للدرجات دي يعني؟ مفيش بجنة تقدير. هات لي دريفن ده بس الاول يحاسب على الفاتورة، يحاسب على المشاريب بتاعته. سيب لي بس راموس دلوقتي، هات لي الست مورجانا. ادتني كيو نص ساعة، فتح دلوقتي عينه نظره رجع له دلوقتي، ماشي. هات لي بقى بتاع الاوكي ده، انت في ايه بقى؟ انت بقى ايه موضوع الدريك بتاخده قدامي ومبند لي فييجو؟ مفيش تقدير خالص يعني، مش مستعنيني، مش جنجل، انا معيش سمايت، مفيش. انا مش كحيان يا سانتا، انا مش كحيان يا سانتا، صباح الكنافة يا سانتا، صباح الكنافة. اتفضل بقى فيجر بقى في الزحمة، انت فاهم، بياخد بليتات بقى وبتاع، والدنيا ايه عايشة معاه. واكالي بص ما بيسميش، اكبر واذبح على طول، انا احب الميد لينرز اللي كده بصراحة. والله اكالي بيلعب حلو يا اسطى، امثل ايه بس هو بيلعب حلو يعني، ما اعمل نفسك ما شفتش، عديه عديه. وكميل برضو، كميل مثل دبليو بس ماب اويرنس. بص النص الكوبايه المليان، بص ما تبصش على الوحش، بص على الحلو. عاش يا رجاله، عاش والله. لو بعد اذن جيجا تشات سايون يعني، لو الجرابز دول مش لازمين وممكن اخدهم يعني؟ لا انا بستاذن بس، بسال مش اكتر، لو ما فيهاش سات ادب. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، اتفضل يا عم، اخلص من سايون ويطلع لي المعلم. طب ايه رايك بقى ان انا اخد اخر واحده دي اللي سمايت على 900؟ هسجي ايزي يا باشا، ايزي. راموس ريبورتد، هل راموس اقدر اموته ولا انا كده ببص في العلالي؟ انا كده ببص للي اعلى مني. ما هو بيقول لك الغلبان ملوش مكان، معروفه من زمان دي، الحمد لله على كل شيء. طب انا الحق العصر، انا بقى سلام عليكم. مبسوط بنفسك يا ممدوح دلوقتي؟ اه مبسوط بنفسي ان انا ماشي كويس. انت دلوقتي ماشي كويس؟ اه مرد الله. وقررت خلاص تمشي كويس؟ بس انا بمشي بدون ليه بقى، ليه اخصام يا عم حبيبي، يا عم يا عم اللي انت شايفه يا عم، مش انت مبسوط؟ مش انت مرضي؟ انا دي اهم حاجه عندي خلاص يعني، سيبك من اللعبه وسيبك من الجيم وسيبك من اي حاجه، انت طالما راضي بالتشامبيون اللي انت بتلعب بيه ده انا تمام. فاتح جوست وقلبه جايبه يعني، هو فاتح جوست وقلبه مات خلاص، هو ما ابن الجيزه اللذيذه، قال لك خلاص انا بلعب براموس بقى، ما انا اخش 1 في 3 1 في 4، انا بلعب بالكينج يا باشا. يا ابني ما بتجيش كده هي خالص يا اسطى، راموس حاجة تانية، انت فاهم غلط، الموضوع مش كده. المهم احنا كده يا اسطى ناقص لنا بليد اوف ذا رون كينج، تيرمينس، وممكن اجيب ويتس اند عشان برضه ايه هتديني ماجيك ريزيست، هما معاهم برضه مورجانا وفيجر وراموس بيطلع ماجيك دامج، فالويتس اند هتبقى حلوة، بس يعني هنشوف يعني. قشطة، استنى بقى عشان انا شايف بضاعة مستوردة كده، بضاعة نظيفة من بتاعت بره في البوت لين. اه ما هو الرزق يحب الخفية، خلي بالك انت، خليك حرك. دبل كيل كده، شوية جولد يفكوا زنقة، يفكوا دقيقة، يا رب فك الدقيقة، فك الدقيقة يا رب. اه دريفن كده جه في السكة، كلها ليا وكلها للاي دي سي. ايه يا اسطى عايز ايه؟ عايز ايه؟ لا خلي بالك ما بقتش اخاف منك خلاص، خلاص بقى شغل بقى كينج راموس والكينج والملك واقوى تشامبيون، لا ده كان زمان خلاص، عصرك عهدك انتهى. ماستر اي دلوقتي هو المستقبل. بعتني بكام يا صاحبي؟ او لا يا اسطى بص، انا بسحب الجمله الاخيره دي عشان راموس ليه معزه خاصه عندي، ويظل كينج راموس هو كينج راموس قولا واحدا. كده خلص الكلام. تشرف اي حد عشان راجل بجد. ممكن احنا بقى الريكول. اه الست مورجانا ادت واحده الكتلن مش حلوه خالص، وهنا بقى كان لازم نتدخل، ما هنعمل ايه؟
ودريفن بقى جاي في الزحمه قال لك فيك اللايه والدنيا عايشه اجي اخدها. عارف اللايه بنسميها كلايه انتحاريه، اللي هو يخش ياخد الكلايه ويموت. يلا ماشي، خدنا دبل كل يا عم، حلوين والله. جولد ده فلوس ماني يا باشا، شغالين مش وحش. هاخد انا بس الكراجز عشان في دريك نازل، اريكولا اجيب الايتمات الحلوه بتاعتي ونطلع عدل على الدريك. بصوا ده نكش سبورتات، ده السبورت من دول قبل اي دريك او اوبجكتيف او بتاع بتلاقي ايه قاعد بينكش كده يحدف اي حاجه بتاع، هو ورزقه بقى، جت ما جاتش خلاص. طب بص انا هخش على راموس الدخله اللي بنسميها ايه، لو ده هيثبت لك اني انك ايه. انت ممكن تسالني تقول لي انت ايه اللي انت عملته ده يا اسطى. بص يا اسطى اقول لك على حاجه، الدنيا تجارب، الحياه تجارب، الموضوع ما بيمشيش بالورقه والقلم واصل لا او غلط وصح وبتاع، لا ما في لا جرب. اصل هتخسر ايه؟ اصل اسوأ حاجه هتحصل ايه يعني؟ هتموت 30 40 ثانيه وهترجع تاني، مش قصه مش حوار، ما تكبرش الموضوع. لكن هنفضل بقى قاعدين مستنيين وملل ابن لذينه بقى، هو هيفضل انا هفضل مستنيه انجيج وهو هيفضل مستنيني انجيج، هو مستنيني اخش وانا مستنيه يخش، مش هنخلص. اهو زي راموس ده، او راموس ده فاهم الدنيا صح، فاهم هو بيعمل ايه، داخل فايت 1 في 3 هو عارف ان هو هيموت، هو متاكد تماما ان هو هيموت، بس بيجرب حظه. ما هي خربانه خربانه، ما ضربوا اللعور على عين، مش احنا كده كده هناخد الدريك، لما ناخد الدريك وناخد عليك اللايه مش قصه مش موضوع يعني، مش هي دي اللي هتخسره الجيم. فيجرب، لو فكرت فيها هتلاقيها منطقيه، خلي بالك. المهم هم خدوا هم الدريك بقى كده مش محتاجيني في حاجه، اطلع انا بقى لصايون اللي شويه الاقيه داخل عليا الشقه ده قاعد يا اسطى عامل بوش، احنا مش واخدين طور واحد في التوب لين واحد، ربنا جميل يا عم. مورجانا بقى في الميد يا اسطى هيرجع يديفند البوت لين، هيلاقيني في استقباله، هيلاقيني عامل له تشريفه دلوقتي. طب اللي وامسك على الواحده خلاص بقينا بين واحده، الواد يا عيني لقاني في وشه زي قاتل المأجور، والله العظيم طلعت له جامب سكير ضرب كل حاجه. ما دي بقى فايده البوت بتاع التنستي، ماجيك ريزيست وبتقلل لك مده الروت او الاستن او الكلام ده. اي نعم انت الكيو بتاعت مورجانا بتخليك واقف برضه 6 سنين في مكانك، بس احسن من مفيش. انا عايز اموت يا عم الذئب البشري المتحرش اللي في التوب لين ده، انا موته 17 مره لحد دلوقتي، كل ما ابص عليها الاقيه عند الانهيبيتور، بيجي امتى وفين وازاي معش فاعرفش. بص موتناه هروح اخد كامب واحد، كامب واحد بس هلاقيه عند الانهيبيتور تاني. يا اما تركز انك تفارم وتركز على الاوبجكتيف وتسيب بسايون ياخد النكسس بتاعك ويكسب الجيم، يا تسيب الاوبجكتيف والفارم وتموت سايون وتديفند النكسس بتاعك. تشويسز يورز، انا بلعب مع جيكسو، هو سايون هو جيكسو، ميك يور تشويس يا باشا. مورجانا بقى يبتدي يلعب توب لين، هو قال لك سايون اللي فيه الامل فالعب معاه. انت فاهم؟ ممكن اموته على فكره، فلش خلاص ماشي. ما مورجانا يا اسطى ما تضيفوش، اصل هتضيفه زي ما انت فاهم هيدي لك الكيو تحت التاور، هتفضل واقف في مكانك اسبوع، فمش ناقص على ايه؟ في اي لقمه هنيه تكفي 100 هنا؟ ما طول ما انت ماشي تسترزق كده تاكل عيش. ايه ده في ايه؟ ده الاي دي سي يا عم، افتكرتك حد مهم يا عم، خضتني يا عم الحاج، حد يطلع لحد كده. واتنسيت كاني ما جيت، ولو حسيت هتكسرني. انا مش هخش على فيجر عشان فيجر هيديني كيو فالت هيموتني، وفي الاخر يقول لك ماستر اي برندد. امال فيجر ده نقول عليه ايه؟ ازير؟ ارجع انا بقى للالدن بوس اللي في التوب لين ده، ما هو سايون كده. هو انت بيوصل لمرحله ان انت بتروح تعمل اي حاجه وترجع تموته، تروح بقى تاخد اوبجكتيف تجيب كيل تعمل جانك وترجع، هو هتلاقيه مستنيك عند الانهيبيتور كده، ترجع تموته وتمشي، يرسبون هتلاقيه جالك تاني. بص بيزغزغوه يا اسطى، بيزغزغوه، ده لسه معاه شيلد خلي بالك. بس قشطه يا باشا، انا الايتمز اللي معايا دمار خلي بالك، ماشي كلها حجي. موت يا عم الجثه بتاعته دي عشان ما ياخدلناش بقى الويفا، مش ناقصه. بس حلو كده. في بقى دريك نازل، والله ممكن ناخد بارون خلي بالك، بس لا في دريك احسن. ناخد بس الريد باف كده قبل ايه، قبل معركه الدريك، نفسي افهم دريفن بيعمل ايه. الالت بتاعت كتل النوت فير خلي بالك، والله العظيم بتوان شوت الولا يا اسطى، مش كده يعني. قشطه على الدوج بتاع كيو، والله حتى لو هموت هتبقى حلوه برضو مش وحش. يلا ماشي، هيموتوه هيموتوه ياخدوا الدريك فتمام. اتفضل يا عم اتفضل، الالدر رينج اهو، اتفضل يا سيدي. انا كده جبت الترمينس على فكره، اللي فات كوم واللي جاي بهجه تاني خالص، من اليوم بهجه جديد بيتولد. حاضر من اليوم. عملوا سرندر يا اسطى، ده حاجه في منتهى الريبورت. راموس يا اخي ايه الكلام ده، راموس ديف ريبورتد. والله اقول لك ايه، طيب ايه السرندر دي مش فاهم.
امال انا التيم بتاعي لما بيبقى خسران ما بيعملش سرندر، اللي بيقعدونا 40 دقيقه في الجيم و60 دقيقه في الجيم، والله العظيم اونر اكال يا عم، لعب حلو بصراحه. مهم رجاله، الى هنا سيداتي ساداتي تنتهي حلقه النهارده. انا معرفش الفيديو ده يعجبكم ولا لا بصراحه، بس لان انتم مش متعودين مني على فيديوهات الجيم بلاي وكده، ولكن برضو اكتبوا لي في الكومنتات لو بتحبوا النوع ده من الفيديوهات، نعمل مثلا جيم بلايز للتشامبيونات معينه او كده، وبرضو لو عايزين نلعب بتشامبيون معين او فرول معين حتى لو ما بنعرفش نلعب بيه، يعني احنا هننزل بالحب كده زي ما انت شايف، وبنحاول نادي يعني على قد ما نقدر، فاهم انت ازاي؟ مهم لو عجبك الفيديو يا اسطى، انا مش هوصيك بقى البيت بيتك، انت صاحب مكان يعني مش غريب، لايك كومنت اشترك في القناه برجوله يعني بجدعانه كده، انت فاهم يعني اللي انت شايفه اللي يطلع منك انا راضي بيه، انت فاهم؟ وبس يا سيدي، وكالعاده لو وصلت الحته دي من الفيديو يا صاحبي شكرا جدا انك اديتني من وقتك الوقت بتاع الفيديو، ومن غير ما اطول عليكم اكتر من كده رجاله اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.